السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف أحوالكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير ومبروك عواشركم. فيديو اليوم بغيت نتكلم فيه على المستلزمات الأساسية اللي خص كل مربية معتمدة من طرف الدولة أي أسيستانت ماتيرنيل تكون كتوفر عندها، وحتى بعض الأمهات المبتدئات كيمكن لهم يستفدوا من هذا الفيديو. فالطفل عند المربية كيحتاج الوقت ديال الراحة اللي كتعتبر من الأولويات باش كيكبر وكينمو طبيعيا. ومن بين هاد المستلزمات أولا السرير، سرير اللي ضروري خاصو يكون عندك، ومن الأحسن يكون سرير من خشب أي لولي أباغو، فكيكون أكثر أريحية بالنسبة للطفل. وحتى أن بعض الجهات كيأكدوا على هاد السرير بالضبط، فهو الآن ما كيقتصرش على شكل ثابت صعيب أنك تحركيه، بل أصبحت فيه أشكال مختلفة وكتقدري تطويه بسهولة. وكيجي في الدرجة الثانية سرير المظلة لولي باغابلوي، هو اللي كيستعملوه بكثرة المربيات خصوصا إذا كانوا عندهم أطفال كتار، لأنه سهل الاستعمال وما كياخدش مكان كبير. غير أن هذا السرير المظلة إلا بغيتي تستعمليه خصك تستعمليه بدون فراش أي دون مطلة، لأن الجهات المختصة مانعينه حرصا على السلامة ديال الطفل. وخص كل طفل يكون عنده سرير ديالو خاص وما تعديش جوج ديال الأسرة في الغرفة. والأطفال اللي فوق سنتين يمكن لك تستعملي سرير إلا بغيتي، ولا تحطي لهم غير الفراش أي المطلة فوق الأرض ماشي مشكل. وتاني شيء هو أن هاد السرير خاص تكون فيه ملاءة جاهزة دغاوص، من الأحسن تكون صامدة ضد البلل أي تسرب البول. ثالثا الكرسي الهزاز أي الترانزات اللي ضروري خاصو يكون عندك، توضعي فيه الطفل في أوقات معينة باش يغير الوضعية، وما خصوش يبقى فيه أكثر من ساعة ونصف في اليوم لأنه ما كيلائمش العمود ديالو الفقري. وكل مرة وضعتيه فيه ما تتعديش نصف ساعة ثم زوليه منه، أي أنك تقدري توضعيه ثلاثة المرات في اليوم كأقصى حد. رابعا هو الكرسي العالي أي لاشيز أوت، هذا غتحتاجيه لما يصبح الطفل في سن الأكل. المهم فيه أنه يكون فيه حزام السلامة، وحتى هو أصبحت فيه أشكال مختلفة وكيمكن لك تطويه بسهولة. ولما كيوصل الطفل ديال سن 18 شهر كيمكن ليه يجلس على الكرسي، وتوضعي ليه رافع الكرسي اللي كيمكنه من الجلوس بشكل مريح. وكيمكن لك كذلك تختاري مائدة صغيرة مع كراسي صغار كتستعمليهم للأكل وللرسم والأشياء أخرى. خامسا علبة الأطفال أي لابوسيت، هنا كل مربية على حسب الأطفال اللي كيكونوا عندها، كاين علبة ديال الطفل واحد ديال اثنان ثلاثة أربعة، كاين حتى العربة ديال ستة ديال الأطفال، فكتنفع للخرجات والنزهات وما كيكونش عندك مشكل أنك تحملي الأطفال. وإلا كان شي طفل كبير خاصك تشري مارش بور بوسيت، أي هاد الشيء أو الأداة اللي كيوقف عليها الطفل وكتلصقيها في العربة أي في لابوسيت، كتكون كحل مريح ليك والطفل. سادسا إلا كانت عندك السيارة ضروري غتحتاجي للسياج أوتو أي كرسي الخاص بالسيارة، وكل واحد خصو الكرسي الخاص به مع مراعاة السن المناسب لكل طفل. سابعا لو بارك، فهو ماشي ضروري ولكن بعض الجهات كيفرضوه، فهو كيقدر ينفعك خصوصا إذا كانوا عندك أطفال كبار وعندك طفل رضيع، في الحماية ديالو توضعي في هذا البارك. ثامنا لو بيبي فون، كيكون اختياري إذا كان عندك منزل فيه الطابق السفلي والطابق العلوي وخفتي ما تسمعيش البكاء ديال الطفل. تاسعا طاولة لتغيير الحفاض، طابل ألونجي
كتسهل عليك المهمة وصبحت فيها اختيارات كثيرة، إما أنك تختاري واحدة بسيطة لتوضعيها على أي مائدة، أو تختاري هاد الطاولة اللي كتكون فيها التيغوار والأدراج كتكون كتطوى بسهولة، أو تختاري كذلك كومود توضعي فيه جميع أغراض الطفل. والآن صبحت حتى بعض الأسرة موجود فيها هاد الميزة، فبلا ما كتحتاجي تشري كل حاجة بوحدها. عاشرا، الألعاب اللي خاصها تكون عندك، ولكن ماشي ضروري أنها تكون عندك بكثرة في البداية. تركزي فقط على الألعاب أنها تكون عندك من مختلف الأعمار. خاص يكون عندك سجاد الألعاب أي طابي دي في بور لي بيبي للأطفال الرضع، خاصك أنانو دونتيغ للأسنان، خاصك خرشاشة، الألعاب اللي كتصدر أصوات، وبعض المكعبات أي لي كوب. خاص كذلك لو بوس بوس، أي لما الطفل كيبدا يوقف هذا الشيء اللي كيقدر يدفع وكيساعدو على المشي. خاص لي ليغو وبعض الكتب والقصص لكل الأعمار. خاص لي بوزل كذلك والألعاب ديال المجتمع، وبطبيعة الحال خاص أوراق، أقلام ملونة، صباغة، غوميت، لصاق، المقص، لبايت وغيرها. وأكيد طباصل وملاعق وكؤوس من البلاستيك أو الخشب. ويوم بعد يوم كتزيدي تكتري الألعاب. كتقدري تحتاجي كذلك التريسيكل أي دراجة، والتروتينيت، وغيرها من الألعاب الخارجية اللي كتلعب دور مهم في تطوير مهارات الطفل. وغير كنقطة توضيح، بغيت نشارككم واحد المعلومة على أن لاكاف كتساعد المربيات المعتمدات من طرف الدولة اللي زاسيستونت ماتيرنيل، كتساعدهم في بداية المشوار، كيعطيهم واحد المبلغ مالي لا بأس به تقدروا تشريو به هاد المستلزمات. وكثير من المربيات ما كيعرفوش هاد القضية وكيضيعوا عليهم هاد الفرصة. فإلا بغيتوني نهضر لكم على هاد الموضوع، يمكن لكم تتواصلوا معايا عبر التعاليق ونشرح ذلك بالتفصيل. نتمنى أن الفيديو يكون عطى فكرة على المستلزمات اللي خصها تكون عندك قبل ما تبدأي العمل في هذا المجال، وعطى فكرة واضحة كذلك لكل أم مبتدئة على المستلزمات اللي خصها تشري لاستقبال مولودها. إذن أقول لكم مع السلامة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.